عندنا عدة مشاكل وهي مشكلة الراتب. الراتب بالنسبة للرواتب الوجبات الأولى والثانية والثالثة، الوجبة الأولى على طول تستلم الراتب، أما الوجبات الثانية والثالثة والرابعة لحد الآن لم يستلم الراتب، ما نعرف السبب لهم. لو مثلا يعطونا فد سبب مقنع بأنه الرواتب تأخيرة، أما مثل وزارة المالية أو وزارة الصحة حتى الموظفين يصير عندهم علم. ثاني شيء يعني ما أقدر ساعتها أني أضغط على موظف لأنه هو ما عنده راتب، من يقول له تعال، يقول تعال انطيني من جيبك وأروح وأجيب بالسيارات وظروف العائلية صعبة وعندهم إيجارات وثاني شيء هم مديونين بصراحة. هم إحنا استلمنا، ما نقول استلمنا الثاني والثالث والرابع، استلمنا راتب لكن تأخر علينا تقريبا صار 6 أشهر إحنا ما مستلمين، فهي هم تراكمت علينا الديون. بالنسبة للأجور اليومية، الأجور اليومية بصراحة لولا أجور اليومية العمال، الأجور اليومية في مستشفى الخنسان، مستشفى الخنسان ما تمشي نهائيا لأنه واحد مكمل للثاني، إذا ماكو ممرض أو ما يقدر يشتغل الطبيب، وإذا ماكو موظف خدمة النظافة بالنسبة للنظافة ما تكون بالمستوى المطلوب. بالنسبة لحالة الطوارئ حالة مزرية بشكل علاج ماكو، أي مادة روح اشتريها من برا. هاي واحدة. اثنين، الموظفين ها صار 3 أشهر 4 أشهر بدون رواتب، يروحون مشي ويرجعون مشي ويدور من عندهم دوام. يا وزير الصحة هلا هلا بالناس، يا الناس تعبت. وانت يا مدير صحة نينوى يومية تصريح امني قال، تصريح امني رايح، تصريح امني راجع. فأهم شيء رواتب الموظفين، لأن الموظفين عندهم أقساط، عندهم بيوت إيجار، عندهم معيشة، عندهم عائلة، من يصرفون؟ نستقبل يوميا الحالات الطارئة والإمرجنسي كيس، تعتبر ما يعادل 2 إلى 8 حالات يوميا تقريبا، والبرونكوسكوب اللي هو ناظور القصبات الهوائية اللي هو المركز الوحيد المتخصص في الموصل اللي يستقبل هاي الحالات. حالات طارئة صراحة نستقبلها يوميا، لكن تتوفر لدينا إمكانيات بسيطة لأن صالة العمليات هي صالة واحدة وتجهيزها غير كافي، والأدوية التخدير صراحة لا تكفي في الغرض ولا تسد في الحاجة، لكن تأتينا مساعدات إضافية من منظمات ومن دائرة الصحة، مساعدات بسيطة. نطالب بتحضير أدوية أخرى وإمكانيات توفير صالة العمليات، لأنها إمكانيات صالة العمليات داخل الصالة غير مجهزة بالمستوى المطلوب. نحن الأجور يومية مستشفى الخنسان التعليمي صار لنا 3 سنين 6 أشهر ما ماخذين رواتب، لا تعيينات مالنا لا شيء، ما يصير هيك. نطالب تعيناتنا، نطالب رواتبنا، صار لنا والله من 2010 لحد الان 10 سنين صار له 15 سنه اجور يومي. نريد تثبيت مالنا، نريد الرواتب مالنا، انه ما يصير نداوم والله ببلاش. ايش قد صار لنا ببلاش نداوم، وربع دينار ما حد ما ينطينا. نريد رواتب، نريد تعيينات. هاي صار لي مداوم انا 8 سنين، اكو 9 سنين. عقد وزاريه همينا. احنا نريد، احنا اجور يومي. ايه نريد طالب تعييناتنا. راح قناة الموصلية اللي معك بكل احداث وتراجع الداعي للمواطنين. انا بالنسبه لي مراجع اليوم المستشفى الخنساء، عندنا طفل نسوي عمليه، والله هم جهودهم يعني كلش طيبه واستقبلونا استقبال زين والحمد لله والشكر، يعني بس نقصها الخدمات شويه يعني بعد اكثر واكثر، ورواتب الموظفين يعني ايش قد تنطي راتب، ايش قد يشتغل اكثر بعد. شو التعامل الاطباء وياكم؟ والله حزين يعني بصراحه، استقبلونا استقبال زين. يعني احنا رحنا على المستشفى الخارجي قالوا لي 250، الحمد لله جينا هنا ب 2000 دينار. مريض؟ ايه. ايش بيك مريض؟ شاي وجعك؟ شاي وجعك؟ عم يتزوع. عم يتزوع؟ ايش قالوا لك الاطباء؟ ايش قال لك الدكتور؟ تشفي ما بالله؟ ايه بس عشان فرص زين؟ شو وضعية المستشفى زينة؟